شايف ان جواز الانترنت ساعات ممكن بيكسب وساعات ممكن يخسر، على حسب كانت العلاقه ازاي وبدات ازاي اصلا، وكانت في البدايه كويسه ولا هي اصلا من بدايتها غلط. هو انا ممكن اقبل جواز عن طريق الانترنت في كذا حاله. الاول مثلا ان انا الحد اللي قدامي ده ان انا اعاشره، اعرف طباعه، مش في مجرد يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا عشرة، لازم الاول نعاشر بعض. ما احنا لما نعاشر بعض مش هيبقى الحوار انترنت بس، هيبقى احنا عرفنا بعض، هو عارف شخصيتي انا عارف شخصيته، فبالتالي ممكن يبقى طب ممكن اصلا تكون اللي بيتكلموا ده ما يكونش شخص حقيقي، تتوهم بيه لمدة 5 سنين بتاع. ما ينفعش طبعا. ممكن مثلا واحد يعمل مثلا اكونت باسم بنت هما اللي، ودي تبقى علاقة غلط اصلا. ما ينفعش اصلا، لازم البنت والولد يتقابلوا عشان يحصل بينهم علاقة شرعية او عادية. حد انت ما تعرفوش ومتعرفوش المعرفة الكافية، ما ينفعش تخش معاه في علاقة زي دي. او على الانترنت لا، انا ما افضلش الحوار ده، بس انا لو اعرفها على الحقيقة احسن من كلام النت يعني. اما انا مش عارفة الشخص اللي قدامي ده، يعني لو انا مثلا شخص بكلمه على الانترنت وانا عارفاه في الحقيقة تمام، لكن لو شخص يعني ما اعرفوش ولا يعرفني وبنتعرف على بعض، هو انا كنت هعرف مين اصلا الشخص ده حقيقي؟ ما ممكن يبقى كاتفيش يعني، او فمش عارف. انت لو هتناسب واحد هتبقى عارف اهله منين من على الفيسبوك، فاهمني؟ وبعدين انت بتختار عيالك زوجه وام وكل الكلام ده، انت فاهم يعني، بتختار ام لاولادك. انا بصراحه انا رافضه المبدا ده تماما، يعني رايي في جواز انترنت ان هو مرفوض. مش مستحب. ليه مش مستحب؟ لعده اسباب يعني. اولا مثلا ايا كانت البنت او الولد غالبا ما بيعرفوش بعض الا من خلال الالكترونيات اللي هي مثلا فيسبوك او مواقع تواصل اجتماعي اخرى وكده وكده، وغالبا يعني بيبقى في طرف نسبيا كده بيبقى في الكلام ما فيش مصداقيه. الارتباط من خلال وسائل الانترنت ان هي ده شيء حاليا بيتنافى مع العادات والتقاليد اللي قامت عليه او المعتاد عليه في مجتمعنا المصري.